الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. توقفنا في اللقاء السابق عند بداية المصنف للكلام على مصطلح الحديث وهذا الفن، وهذا المنهج وضعه المسلمون وتفردوا به عن سائر الأمم للتوثيق وللتأكد من النصوص المقدسة كالقرآن والسنة. فلا تجد هذا المنهج موجودا في أي دين من الأديان. ليس هناك منهج للتوثق وللتأكد من النص المقدس كما عند المسلمين، فوضعوا هذا العلم من أجل هذا المراد، وهو التوثق والتأكد من صحة الخبر وصحة النص المقدس. وهذا يجرنا إلى ما قاله أئمتنا من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، كما نقل عن القاضي عياض رحمه أو ابن المبارك رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا نقوله للناس اليوم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذ دينك إلا من متخصص، لا تأخذ دينك إلا من عالم تثق بعلمه، لا تذهب إلى أي أحد لمجرد أنك رأيته ذو لحية أو رأيته يلبس قميصا ويتشدق بكلام لا يعرف معناه فتظن أنه عالم، فتذهب فتستفتي وتأخذ عنه دينك. هذا مما يعني ابتلي به المسلمون اليوم: خذ دينك من العلماء، من علماء الأزهر الشريف، هذا الصرح الذي بني على التقوى، وهذا الصرح الذي أفنى العلماء فيه أعمارهم في طلب العلم وحفظه ونقله إلينا. ودعكم من هؤلاء الذين لا يدرون من أمرهم شيئا، وغاية ما يفعلونه أنه يقرأ كتاب أو كتابين ويتصدر بعد ذلك للعلم وللتدريس وللفتوى، وهو أبعد الناس عن ذلك. فيقول ابن المبارك: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقالوا أيضا: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهنشرح يعني إيه الإسناد دلوقتي. وقال ابن سيرين أيضا: كانوا في القديم لا يسألون عن الإسناد وعن الرجال، فلما حدثت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فيأخذون عن أهل السنة ويدعون أهل البدعة.
هذا يقوله ابن سيرين في القرون الأولى، فما بالكم بعصرنا هذا نحن الآن. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. يبقى الخبر ممكن يطلق ويراد به معنيان. الأول أنه مرادف للحديث، يبقى الخبر هو الحديث. لما يقول سمعنا في الخبر أو روي في الخبر، يبقى روي في الحديث. وقيل هذه من صفات التضعيف والتمريض. يعني يقول لك وقيل، يعني هذا القول فيه ضعف. فالقول الذي يصدر به الإمام كلامه هذا هو الأقوى. يبقى عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يبقى هذا هو الأقوى. وقيل يعني بعض الناس قاله وليس قول الجمهور أو ليس قولا يعتمد عليه: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. وهناك معنى ثالث، أن الخبر أو الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، كأن يرد القول عن صحابي أو تابعي فيسمى أيضا خبرا. يبقى إيه وقيل دي إيه من صيغ الإيه التضعيف أو التمريض كما يسمونه. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ ومشاكلها الإخباري. يبقى إيه الكلام ده؟ ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ، وهنا يدلل على القول الثاني اللي هو الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. كأنه يقول: ولذا قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري. والإخباري تقولها بياء النسب، هذه الياء تسمى ياء النسب وهي مشددة. تقول صحيح البخاري، الإمام الشافعي، هذا مذهب الحنفي. فالياء مشددة، لا تقول البخاري الشافعي الحنبلي هكذا. يعني نحن نقولها تجوزا، لكن في اللغة الصحيح في اللغة أن الياء هذه ياء النسب تكون مشددة. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري. اللي يشتغل بالتواريخ اللي هو يتكلم عن الأمم السابقة، عن أحوال الملوك وأحوال أهل الكتاب، تواريخ العلماء ووفياتهم وتواريخ ولادتهم ونحو ذلك، هذا يقال لمن يشتغل بالتواريخ. ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. المحدث جاي من الحديث، فالإخباري جاي من الأخبار والتواريخ. فاللي بيشتغل بهذه الأمور يسمى إخباري، واللي بيشتغل بالسنة النبوية يقال له المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. قيل بينهما اللي هما ايه؟ الخبر والحديث. عموم وخصوص مطلق. يعني ايه عموم وخصوص مطلق؟ العموم والخصوص يأتي على صورتين: عموم وخصوص مطلق، وعموم وخصوص وجهي. ايه الفرق بينهم؟ العموم والخصوص المطلق بنرسم دايرتين: دايرة كبيرة
ووسطها دايرة صغيرة، تمام؟ فهنا الخبر هيبقى في الدايرة الكبيرة، والحديث هيبقى في الدايرة الصغيرة. يبقى كده كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. ودي تعملها في أي حاجة يقول لك فيها عموم وخصوص مطلق، ترسم الدائرتين على طول، دائرة كبيرة وجواها وبداخلها دائرة صغيرة. طب العموم والخصوص الوجهي ده عامل ازاي بقى؟ دائرتين برضو، دائرتين ايضا، ولكن كل دائرة تدخل في الاخرى. متصورينها؟ انا لو في سبورة كنت رسمتها. طيب في قلم؟ سامعين كده؟ تسمعون؟ طب هات ال هات ماشي سامع. تسمعونها كده؟ هكذا؟ هذا هو العموم والخصوص الوجه. هنضرب مثال لكي يتضح الحال. الملك والتصرف في الفقه، الملك والتصرف يجتمعان في أشياء وينفردان في أشياء. فلو تصورنا أن هذه دائرة الملك، هذه الدائرة دائرة الملك، وهذه التصرف دائرة التصرف. الملك هو أن يمتلك الإنسان شيئا، والتصرف أن يتصرف فيه، له مطلق الحرية في أن يتصرف فيه، يبيعه، يشتريه، يقرضه ونحو ذلك. طيب الملك والتصرف يجتمعان في إيه؟ ماذا يجتمعان؟ يجتمعان في مثلا في كون المرء أو المالك والمتصرف بالغ، يعني بلغ حد البلوغ، فيمكن أن يتملك وأن يتصرف، راشد، عاقل، له أهلية مثلا. المالك والمتصرف يجتمعان في هذه الأمور، لكن هناك أشياء ينفرد فيها المالك ولا يستطيع أن يتصرف في ملكه، كالمجنون المحجور عليه، الصبي، كل هؤلاء يملكون ولكن لا يستطيع أن يتصرف فيما يملك. يملك عقارا، يملك سيارة، لكن لا يستطيع أن يبيعها مثلا، فهو يملك ولكن لا يتصرف. هناك من يتصرف ولا يملك، مثل من؟ مثل الوصي، الوصي على الطفل الصغير، مثل الوكيل، أنا عندي سيارة ووكلتك في بيعها، فتستطيع أن تبيعها وهي ليست في ملكك،
وكذلك في بعض الأحيان الحاكم يستطيع أن يتصرف ولكن لا يملك. فهذا عموم وخصوص وجهي. فلما تسمع كلمة عموم وخصوص وجهي ترسم الدائرتين بالطريقة دي، كل واحدة في جهة لكنهما يتداخلان مع بعضهما البعض في نقاط معينة. العموم والخصوص المطلق تبقى ايه؟ هتبقى مثلا كهكذا. هذه دائرة الخبر وهذه دائرة الحديث، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث. هذا العموم وخصوص المطلق. يقول رحمه الله تعالى: فكل حديث خبر من غير عكس، أي وليس كل خبر حديث. وهو عبر هنا بالخبر ليكون أشمل، لأن احنا قلنا إيه؟ الخبر أعم من الحديث. فهو باعتبار وصوله إلينا، باعتبار هذا الخبر لما نسمعه ويصل إلينا، لا باعتبار مثلا أوصافه من حيث الصحة والحزن والضعف، ولا من كونه مثلا مرفوعا أو موقوفا أو نحو ذلك، لا، احنا بنتكلم باعتبار ان هو ورد إلينا ازاي، كيف ورد إلينا هذا الخبر. فبنتكلمش عن صحة ولا ضعف ولا شيء من هذا القبيل. فهو باعتبار وصوله إلينا اللي هو الخبر، يعني إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، طرق طريق اللي هو الموصل إلى المد، حكاية طريق المد، سلسلة الرجال الموصلة إلى المد إلى الحديث. فإما أن يكون له طرق كثيرة، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين. يبقى استفدنا من قوله طرق إن دي طرق كثيرة مش طرق قليلة. ليه؟ قال لك عشان طرق بتجمع جمع الكثرة على على فعل، أي طرق، طريق وطرق. وكذلك بتجمع على فعلان برضو، يبقى طريق بتجمع في جمع الكثرة، أو فعيل بتجمع في جمع الكثرة على فعل وفعلان. يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على مكتوبة قدامكم أفعل، لا هي على أفعلة، صلحوها لي. بتجمع فعيل في الجمع القلة بتجمع على أفعلة كرغيف وأرغفة. طيب الكلام ده بقى هتلاقيه فين؟ اللي عاوز يدور واللي يبحث هتلاقيه في المقتضب لأبو العباس المبرد، مقتضب لأبي العباس المبرد في اللغة والنحو والصرف، هتلاقي ده كتاب 4 أجزاء،
هذا هتلاقيه في الجزء الثاني تقريبا، في اواخر الجزء الثاني بيقول لك ان ايه، فعيل بتجمع جمع كثره على فعل وفعلان، وفي جمع القله على ايه، على افعله. ولكن طبعا هو المحقق، محقق هذا الكتاب، اعتمد على مخطوطة واحدة فقط. يعني المفروض في التحقيق أن تأتي بمخطوطات وعدة نسخ وتقارن بينها حتى يطمئن قلبك. ولكن هنا الشيخ نور الدين عتر، وهو من مشايخنا، اعتمد على نسخة واحدة كانت موجودة بالمكتبة الظاهرية بدمشق. فهنا يقول وفي القلة على أفعل، لا، جمع القلة على أفعلة. والمراد بالطريق أو بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. الإسناد حكاية طريق المتن، وزي ما قلنا وهو إيه، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. لما يأتي البخاري مثلا ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يبقى فلان عن فلان عن فلان دي هي، هذا هو الإسناد، هذا هو الطريق الموصل إلى المتن، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. يبقى هنبتدي بقى نتكلم عن الحديث المتواتر، إيه شروطه؟ فبيقول وتلك الكثرة، أي كثرة الأسانيد والطرق، هي أحد شروط التواتر، أن يأتي الحديث من طرق عديدة كثيرة. يعني مش طريق ولا اثنين ولا ثلاثة، لا، يأتي بطرق كثيرة مستفيضة. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا عدد أو بلا حصر عدد معين. تأتي مثلا من 70 طريق، من 100 طريق، الحديث يكون له 100 إسناد أو 70 إسنادا أو 80 إسنادا، فهذا يبلغ حد التواتر. وهنتكلم برضو عن باقي شروط التواتر فيما يأتي. إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. يعني لما نأتي إلى الحديث المتواتر ونجد أن أسانيده كثيرة، وتكون العادة قد أحالت تواطؤ هذا الجمع من الناس، يعني ولنفترض أن هناك حديثا من الحديث قد رواه 100 صحابي، وهؤلاء 100 يعيشون في أماكن مختلفة، منهم من يعيش في مكة، ومنهم من يعيش في المدينة، ومنهم من يعيش في دمشق، ومنهم من يعيش في بغداد، ومنهم من يعيش في مصر، وإلى آخره. وهؤلاء اجتمعوا على رواية حديث معين. هل العقل ممكن يأتي أو يتسرب إليه أن هؤلاء اجتمعوا على وضع هذا الحديث واختلاقه من عند أنفسهم؟ لا طبعا، سواء الصحابة أو غير الصحابة، عدد كبير موجود في أماكن متباعدة واتفقوا على أمر معين، فهؤلاء أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. مش معقولة كل دول، هذا العدد الكبير في هذه الأماكن المختلفة، يكونوا مجتمعين على الكذب.
وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. يعني هم مش قصدين ان هم يحدثوا بهذا الحديث. ده هو واحد جه سأله فقال له أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وهذا يقول يأتي إليه السائل ويقول له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فهؤلاء ليسوا بقاصدين، بل خرج منهم هذا اتفاق من غير اتفاق، يحدثوا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بما رأوه، بما سمعوه أو بما رأوه. وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ليه بقى؟ لأن هو بعض العلماء قال لك يشترط أن يكون في كل طبقة أربعة، يعني أربعة رووه عن أربعة، رووه عن أربعة، رووه عن أربعة، وهكذا. بعض العلماء قال لك لا، خمسة عن خمسة عن خمسة، وبعض قال عشرة عن عشرة عن عشرة. فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، يعني الصحيح إنه إيه ما يتعينش بعدد معين. ومنهم من عينه في الأربعة، قال لك يشترط إن هم يكونوا أربعة عن أربعة. ليه؟ قال لك زي عدد الشهداء على الزنا، فأتوا بأربعة شهداء. طب ده في مسألة وده في موضوع تاني آخر، هذا غير هذا. وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر. الاثني عشر قالوا عشان عدد نقباء بني إسرائيل، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، قال لك يبقى هو التواتر 12 عن 12 عن 12. وقيل في الأربعين. طب ليه في الأربعين؟ قال لك قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال لك هم المؤمنين دول ساعتها كانوا 40 واحد، يبقى هو ايه الاربعين هو ده العدد الايه اللي يشترط في التواتر. برضو هذه قضية وهذه قضية اخرى. وقيل في السبعين، والسبعين دول برضو جابوها منين؟ واختار موسى قومه سبعون رجلا لميقاتنا، فقال لك يبقى العدد هو سبعين. وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم. يعني كل واحد تمسك بدليل، زي ما قلت كده، اللي قال أربعة قال عشان الأربعة بتوع شهداء الإيه الزنا، الأربعين اللي هم إيه اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الاثناشر النقباء بني إسرائيل، وهكذا. وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. يعني مش لازم العدد ده ناخده بقى في كل حاجة ونقيس عليه، لأنه ربما، بل هو الأرجح أنه ورد خصوصا في هذه المسألة بعينها. يعني الأربعة للشهداء على الزنا، هو ربنا سبحانه وتعالى خص هذا الموضوع بالذات أنه يكون لازم أربعة شهداء. السبعين رجل أو الاثنى عشر نقيبا بتوع بني إسرائيل، هو ربنا خصصهم إن هم يكونوا 12. فمش معنى كده إن إحنا نقيس عليها أي عدد بقى آخر، لاحتمال الاختصاص أن يكون هذا العدد مختص بذلك ولا يضطرد أو نقدر نقيسه على غيره. فإذا ورد الخبر كذلك، أي كان كثير الأسانيد أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وقع منهم اتفاقا من غير قصد، وانضاف إليه، يعني بالإضافة إلى أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه،
يعني إيه الكلام ده؟ هيشرحه هو. والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى. يعني لو قلنا مثلا إن المتواتر يشترط أن يرويه 10 عن 10 عن 10، وده اللي يعني رجحه كثير من العلماء ألا يقل العدد عن 10، زي ما قالوا السيوطي في تدريب الراوي وغيره. الاستواء مراده إيه؟ إنه هو يكون في كل طبقة كم واحد؟ 10، يعني 10 سمعوه من 10 و10 سمعوه من 10، فما يجيش في طبقة من الطبقات وتجد 9 فقط، يعني 9 سمعوه من 10، لا ما ينفعش. طب ممكن يبقوا 11؟ ممكن. يبقى الزيادة مطلوبة لكن النقص غير مطلوب، يبقى كده فقد شرطا من شروط التواتر. فاهمين النقطة دي ولا عادها تاني؟ وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. يبقى هذا أيضا شرط آخر من شروط التواتر، أن يكون هناك شخص سمع أو رأى، سمع فلانا يحدث بحديث أو رآه، فيكون مستند انتهائهم الحس، أمر محسوس، السمع أو البصر. لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، يعني ما تكونش مستند انتهائهم إيه؟ العقل. ده أنا مثلا يعني أنا أعرف أن الواحد نصف الاثنين، وأعتقد أن فلانا يعرف ذلك، وفلان أيضا الآخر يعرف أن فلانا الثالث يعرف هذا. هذا ليس داخلا في شرط التواتر هنا، بل لابد أن يكون رأى أو سمع. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، جمع اللي هو إيه؟ المتواتر، جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، زي ما قلنا إيه السيوطي قال في تدريب الراوي إن هم إيه أقل يكون 10، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. يعني في أول طبقة يبقى 10، زي في نص السند، زي في آخر السند، في كل طبقة 10 عن 10 عن 10. وكان مستند انتهائهم الحس، كإيه؟ زي ما قلنا سمعنا أو إيه؟ رأينا. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. يعني إفادة العلم لسامعه؟ أن يتيقن منه ويصدقه كأنه يراه. كأنه يراه، يعني ما يجيش واحد يحكي له قرائن فهو يفهم منها أن هذا الأمر حدث. زي إيه مثلا؟ واحد دخل المنزل فرأى أن أخاه مثلا أو أخته يصيح ويبكي. ليه بتعيط؟ ليه بتبكي؟ ليه؟ فقال له ده الوالد توفي. طيب
هو كده هو رأى والده توفى لم يره، والوفاء أمر لا يسمع، أمر يرى. فيبقى هنا هو لم يعني هذا العلم لم يحصل له من طريق الحس، وإنما حصل له عن طريق القرائن. رأى أخاه يبكي، رأى أخته تلطم وجهها ونحو ذلك، فيبقى هو كده لم يرى أباه متوفيا، بل حصل له ذلك العلم عن طريق القرائن والأدلة لا عن طريق الحس بالمشاهدة. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، يعني إذا لم يفد هذا الخبر العلم بحيث أني لا أصير متأكدا 100% أن هذا الخبر صحيح، أصبح مشهورا ولا يكون متواترا. فكل متواتر مشهور من غير عكس. طب ده نسميه الناس بقى اللي صاحب كده، كل متواتر مشهور من غير عكس، ده نسميه عموم وخصوص مطلق. يعني كل متواتر يمكن أن نطلق عليه مشهورا، ولكن لا نستطيع أن نقول على كل مشهور أنه متواتر. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. يبقى الشروط الأربعة اللي احنا ذكرناها اللي هي قالها المصنف: عدد كثير، أحالة العدد، تواطؤهم على الكذب، روى عن ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، كان مستند انتهائهم الحس، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. هذه أربعة شروط، فإذا تجمعت هذه الأربعة استلزم ذلك حصول العلم. يعني يعني أكون متأكدا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا كأني أراه أو أسمعه. واضح؟ وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. يعني ربما تجتمع هذه الشروط لكن لا يحصل العلم لأمر آخر. وقد وضح بهذا التعريف، بهذا تعريف المتواتر. والمتواتر ده في منه متواتر زي ما بيقولوا متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر اللفظ زي زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه أكثر من 100 صحابي وكلهم رووه بهذا اللفظ. يعني ما فيش حد رواه بلفظ وآخر رواه بلفظ آخر، لا، كل 100 صحابي رووه بهذا اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك متواتر معنوي، فمش لازم يرد هذا اللفظ بعينه. وذلك مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، فهذا أيضا ورد متواترا، لكن ورد بألفاظ وعبارات مختلفة، فهذا يسمونه
متواتر إيه؟ معنوي. وخلافه قد يرد بلا حصر، خلافه اللي هو خلاف المتواتر يعني، قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، يعني له طرق وأسانيد كثيرة لكن يفتقد بعض الشروط الأخرى الأربعة اللي احنا قلناها، أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط المتواتر، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أي ألا يرد بأقل منهما، فإذا ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. يبقى هو بيتكلم على الأول، كان بيتكلم على المتواتر، أصبح يتكلم هنا على الحديث الأحاد، إن هو ما لم يجمع شروط التواتر في الكثرة، أن يرويه واحد عن واحد أو اثنين عن اثنين أو واحد عن اثنين، اثنين عن ثلاثة وهكذا. فالأول المتواتر اللي احنا اتكلمنا عنه في الأول، وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. يبقى المتواتر زي ما قلنا بيفيد إيه؟ العلم اليقيني، كأني رأيت أو سمعت. هو أنت لما تسمع ترى شيئا أو تسمع شيئا ألا تكون متأكدا منه؟ فكذلك المتواتر يفيد العلم اليقيني، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. اليقين هو إيه؟ الاعتقاد الجازم المطابق، زود عليه بقى المطابق للواقع عن دليل. يبقى اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. فلما قال الاعتقاد أخرج به إيه؟ الشك. اليقين هو الاعتقاد ليس الشك الجازم، خرج به إيه؟ الظن. يبقى لازم إيه؟ الاعتقاد يكون جازم، ليس اعتقادا مظنونا أو متوهما. المطابق للواقع، خرج به إيه؟ الجهل المركب. الجهل المركب ده اعتقاد جازم ولكنه مخالف للواقع، حتى إيه بيقولوا في عن الجهل المركب إيه؟ بيت الشعر اللي انتوا عارفينه، أنصف إيه؟ قال حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب. يعني الحمار هو اللي هيركب صاحبه. بيقول ليه بقى؟ لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني أنا إيه؟ الحمار هو جاهل، جاهل بالأشياء، لكن صاحبه اللي هو توما ده يعلم الأشياء على خلاف إيه؟ حقيقتها وخلاف الواقع، فده بيسموه إيه؟ الجهل المركب. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل زي ما قلنا، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. وبيقول المعتمد ليه؟ لأن في بعض العلماء قال لك إن خبر التواتر يفيد العلم النظري، وهنشرح يعني إيه الفرق بين العلم الضروري والنظري دلوقتي.
وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. ده تعريف العلم الضروري. الإنسان يضطر إليه اضطرارا، كأنك ترى شيئا أو تسمعه، يبقى إيه؟ لابد أن تصدق به تصديقا جازما. ما تقدرش إيه؟ تكذبه، تسمعت بودنك أو شفت بعينك. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء. يعني بعض العلماء قالوا إن المتواتر ده لا يفيد إلا العلم النظري. زي مين؟ زي إمام الحرمين الجويني، من أهل ده، من الأشاعرة أهل السنة، ومن المعتزلة أبو الحسين البصري والكعبي، دول من المعتزلة. كل دول قالوا إيه؟ إن المتواتر لا يفيد إلا العلم النظري. فالحافظ ابن حجر بيقول إيه؟ وليس بشيء، يعني هذا كلام غير صحيح. لأن اللام هنا إيه؟ للتعليل بقى، هيعلل، هيقول إيه السبب. لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. هو لما واحد بيسمع خبر، هتفرق انه عامي او متعلم من ناحية السماع؟ لا تفرق شيء. هتفرق العامي من المتعلم انه يرى ان الساعة الان 8؟ لا تفرق شيء. فالعلم الضروري لا يختلف فيه اثنان، سواء كان عالما أو عاميا. لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية، لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، لأنه حاجة شايفها قدامه أو سمعها قدامه. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون. ده تعريف النظر، ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى مجهول. زي إيه مثلا؟ العالم حادث، فتوصلنا إليها إزاي؟ العالم متغير، وكل متغير حادث، يبقى العالم حادث. فالعالم متغير ده أمر معلوم، وكل متغير حادث ده أمر معلوم، توصلنا به أو عن طريقه إلى أمر مجهول، وهو أن العالم حادث. يبقى ده هو النظر. وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. يعني لو كان التواتر هذا يفيد العلم النظري لما حصل للعامي ولا الجهل. وصاحب السلم الإمام الأخضري في المنطق يقول إيه؟ والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. النظري، الأمر النظري يحتاج للتأمل، إنك تفكر، تعمل العقل، تشغل عقلك، هذا هو الأمر النظري. وعكسه هو الضروري الجلي. الضروري ده مش محتاج إنك تعمل عقلك فيه، لأنك إما بتشوفه أو بتسمعه. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال. الضروري أنت مش محتاج تستدل عليه بحاجة، أنت شايف السماء فوق والأرض تحت، هتستدل على كده بإيه؟ ما هي أنت شايف.
شايف انك موجود وشايف ان اخوك موجود، محتاج تستدل على كده بايه؟ فيبقى هذا علم ضروري، افاد الايه؟ العلم الضروري. اذ ضروري يفيد العلم بلا استدلال، مش محتاج دليل. والنظري يفيده، اي يفيد العلم، لكن مع الاستدلال، زي المثال اللي احنا ضربناه بالعالم حادث. والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. وأن الضرورية يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. برضو عشان إيه نشرح أكتر موضوع الضروري والنظري، النظري زي ما قلنا بيحتاج إلى فكر وإعمال فكر وإعمال العقل. النظري منه ما هو تصور ومنه ما هو تصديق. إيه هو التصور وإيه هو التصديق؟ التصور هو حصول صورة الشيء في الذهن، وهو الإدراك، حصول صورة الشيء في الذهن. أغمض عيني كده وتخيل شجرة، يبقى أنا أدركت هذه الشجرة، حصل لي تصور لهذه الشجرة. هذا هو إيه؟ التصور. التصديق هو إدراك النسبة على جهة الإذعان. يعني إيه الكلام ده؟ ما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا أدرك أن هناك شخص اسمه سيدنا محمد، وأدرك أن هناك شيء اسمه الرسالة، أو أن الله أرسل رسولا، وأدرك العلاقة بين سيدنا محمد وبين الرسالة، وهي أن الله أرسله. ثم أذعن لهذا وأصدقه وأتيقن منه. هذا هو التصديق، والتصديق ده هو حقيقة الإيمان. يبقى لا يكفي في الإيمان التصور، إن أنا أتصور أو أدرك إن في واحد اسمه محمد والناس بتقول عليه رسول الله. هذا لا يكفي في الإيمان، بل لابد من أن أدرك أن هناك رجلا اسمه محمد بن عبد الله أرسله الله عز وجل نبيا ورسولا للعالمين، وأتيقن وأؤمن بهذا. هذا ما يسمونه التصديق. فالنظر منه ما هو تصور ومنه ما هو تصديق. التصور في النظر مثل إيش؟ الإنسان حيوان ناطق، فأنا أدرك أن هناك الحيوان، أدرك معنى الحيوانية وأدرك معنى النطق، فأعرف أن الإنسان هو حيوان لكنه ناطق. الحيوان ده جنس والناطق ده فصل. وكذلك بالنسبة للنظري من ناحية التصديق، المثال اللي احنا ضربناه بأن العالم حادث، كل هذا يحتاج إلى إعمال ذهن وإعمال فكر، سواء كان تصورا أو تصديقا. طب نيجي للناحية الثانية اللي هي الضروري، برضو في تصور وفي تصديق. التصور
زي إن السماء فوقنا مثل، وأن الأرض تحتنا، وأن الإنسان هذا أخوك موجود وأنا موجود. يبقى ده ضروري، مش محتاج استدلال ولا محتاج إعمال ذهن ولا إعمال عقل. طب بالنسبة للتصديق، التصديق الضروري، قال لك زي إيه؟ زي إدراك أن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أكبر من الجزء. يبقى إيه؟ هتدرك إن في حاجة اسمها كل وفي حاجة اسمها جزء، وأن الكل النسبة بينهم إيه بقى؟ أن الكل أكبر إيه؟ من الجزء. يبقى هذا هو الفرق بين النظري والإيه؟ والضروري. وضحت ولا تهتم مني؟ حاجة تاني بقى على التصور، القاعدة بتاعت التصور، معنى التصور؟ التصور هو الإدراك. التصور هو الإدراك. يعني الإدراك حصول صورة الشيء في الذهن. زي ما قلت لكم كده، أغمض عيني وتخيل شجر، أغمض عيني وتخيل بقر، أغمض عيني وتخيل خشبة. يبقى إيه؟ هذا هو الإدراك أو التصور. التصديق إيه بقى؟ التصديق إدراك النسبة على جهة الإذعان. يعني يكون هناك شيئان، أدرك هذا وأدرك هذا، وأدرك النسبة بينهما، وأؤمن وأتيقن من صحة هذه النسبة وأنها واقعة. هذا هو إيه؟ التصديق. يعني التصور هو الضروري والتصديق هو النظري، صح كده؟ لا، النظري منه ما هو تصور ومنه ما هو تصديق، والضروري منه ما هو تصور ومنه ما هو تصديق. أشرحها على السبورة عشان تبقى واضحة أكتر. حد يمسح بقى البتاع دي عشان
نعم. في النظري النسبة زي ما قلت في المثال محمد رسول الله، ما العلاقة أو ما النسبة بين محمد وبين الرسالة؟ محمد هذا إنسان صلى الله عليه وآله وسلم، الرسالة هي أن يرسل الله بشرا برسالة معينة، فهذا غير هذا. النسبة أن أدرك أن الله عز وجل أرسل محمدا إلى الناس، وهذه هي النسبة، العلاقة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الرسالة. العالم حادث، أنت تدرك العالم، معنى العالم، وتدرك معنى الحدوث. طب التصديق أن تدرك النسبة بين العالم والحدوث، أن العالم هذا حادث. ها وضحت؟ والله مشوار جاي. ليس. ما الفرق بين أمثلة مثلا السماء فوق أنه في نسبة السماء فوق. لو هل أزمن الإنسان حيوان ناطق يعني نسبة يعني تلك حول أمثلة يعني. يعني مثلا لو وضعنا الإنسان حول ناطق بتصور دوري. تريد أن تضع الإنسان حيوان ناطق؟ لا، العالم هادس، العالم هادس. نعم. ماله؟ أنا بس كلمة النسبة يعني الذي بحكي هو العالم شيء آخر وحادث آخر في علاقة يعني. نعم. لكن في مثلا الإنسان حيوان ناطق. كيف تطبق هذا يعني؟ الإنسان هو حيوان ناطق. لأنك تدرك معنى الإنسان. فإذا أغمضت عينك وتخيلت الإنسان، أي إنسان يأتي في ذهنك أن هذا إنسان يمشي ويتحرك ويتكلم بدون أن تدرك أي نسبة بينهما، بين النطق وبين المشي وبين الكلام ونحو ذلك، تدرك الإنسان جملة واحدة، هو إنسان يتحرك ويأكل ويشرب ويمشي ويلعب، كل هذا يأتي في ذهنك في لحظة واحدة. هذا طيب يعني معنى التصديق هو إدراك نسبة العلاقة بس. إدراك نسبة العلاقة. إدراك نسبة العلاقة وتصديقها والتأكد منها وتذعن لها، أي تؤمن لها. واضح؟ وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، يعني في أصل المد الذي يشرحه الحافظ، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه أو يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. حتى قالوا إن المتواتر ده قد يحصل بأشخاص كفار غير مسلمين، ولكنهم اجتمعوا على شيء وكان عددهم كثيرا وأحالت العادة تواطؤهم على الكذب وإلى آخر الشروط، حتى لو كانوا غير مسلمين فإنه يحصل العلم الضروري من اتفاقهم على هذا. وبعضهم طبعا بعض العلماء قال لا، لازم يشترط أن هو فيهم الإسلام. فإذا ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده. ابن الصلاح ذكر الكلام ده في
في المقدمة، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي. ليه بقى؟ لأن إحنا زي ما قلنا رواه أكثر من 100 صحابي، والمائة صحابي رواه عنهم 100 تابعي وهكذا، بل في بعض الطبقات زاد العدد عن 100. وما ادعاه من العزة ممنوع. الحافظ بقى بيرد على ابن الصلاح، بيقول ان كون المتواتر ده عزيز ومش موجود الا قليل، ده كلام غير صحيح. وكذا ما ادعاه غيره من العدم. بعض العلماء قال لك ما فيش حاجه ايه اسمها حديث متواتر اصلا، ده مش موجود. فالحافظ بيرد عليهم بقى بيقول ان الكلام ده غير صحيح. ليه بقى؟ لان ذلك نشأ عن قله اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. الحافظ ابن حجر زي ما احنا قلنا في المحاضرة السابقة كان آية في جمع طرق الحديث، حديث واحد يأتي له بطرق عديدة وكثيرة، تعرفش بيجيب الطرق دي منين. يعني حتى لو أتيت بجهاز الكمبيوتر يصعب أن يعني يستوعب ويجمع لك هذه الطرق التي كان يجمعها الحافظ ابن حجر. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث. لا، ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. يعني مثلا جبنا حديث معين ووجدنا هذا الحديث موجود فيما يقرب من 50 كتابا بطرق مختلفة، يبقى ايه احنا محتاجين؟ ايه فقط؟ ان احنا نجمع هذه الطرق، وان هذه الطرق بهذه الكيفية تحيل العادة ان يتفق هؤلاء على الكذب او ان يضعوا حديثا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير، في أمثلة كثيرة حتى ذكرها الدكتور نور الدين عدر، زي حديث إثبات الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث نزول القرآن على 7 أحرف. ده بالنسبة للمتواتر المعنوي، أو بعد كده بيقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي. فكل هؤلاء هذه الأحاديث اللي رواه أكثر من 50 صحابي، واللي رواه أكثر من 70 صحابي، واللي رواه 27 صحابيا وهكذا. يبقى مش معقولة كل دول يتفقوا على الكذب، لأن هذا عدد كثير. وزي ما قلنا حديث من كذب علي متعمدا ده زي ما قلنا يرواه 100 صحابي، من هؤلاء 100 10 المبشرون بالجنة، من ضمن 100 دول 10 المبشرين بالجنة. فهل يعقل أن يتفق هؤلاء وفيهم 10 المبشرون بالجنة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا طبعا محال. يقول والثاني وهو أول أقسام الآحاد
ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. طيب نكتفي بقى إيه بهذا القدر، نحن إيه بقالنا ما يقرب من ساعة، يبقى إيه إحنا خلصنا كده المتواتر، ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله في شرح الحديث الآحاد. ما معنى العشرة؟ يسمع من العشرة في كل الطبقة، هل معناه عشرة طرق الإسناد أو إسناد واحد من عشرة أشخاص؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا سمعه منه 100 صحابي، سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، 100 تابعي أو أكثر سمعوه من 100 صحابي، 100 تابعي بلغوه إلى 100 أو 120 تابع التابعي، 120 هذا بلغوه إلى 150 آخرين، 150 بلغوه إلى 200 آخرين. فهذا هو معنى إن كل طبقة فيها عدد لا يقل عن العدد الذي قبله. وضحت؟ مش معناها إن كل حديث فيه 10 رجال، لا، ده اللي أنا بقوله لك، ده معنى المتواتر. كون إن حديث يبقى فيه 10 رجال فقط، ده ليه اسم تاني هنيجي لإيه نشرحه فيما بعد، لكن احنا بنتكلم اليوم على المتواتر. المتواتر هذه صورته التي ذكرتها لك. أرجو كده، أنت بتقول يعني الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر لفظي أنت بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مثل يعني متواتر الحديث المتواتر المعنوي. متواتر المعنوي زي حديث رفع اليدين في الدعاء، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق كثيرة، منهم من يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده في الدعاء، ومنهم من يقول كان إذا استسقى رفع يديه في الدعاء، فيرد بألفاظ ومعاني مختلفة لم يتفقوا على معنى واحد، لم يتفقوا على معنى واحد. لكن حديث من كذب عليه متعمدا كل 100 صحابي اتفقوا على معنى واحد، لم يتغير فيه لفظ واحد. لكن أحاديث رفع اليدين في الدعاء وردت بألفاظ ومعاني مختلفة كثيرة. في أحد إخواننا كان سأل المرة الفائتة أظنه أنت عن الكتب التي ندرسها، يدرسها المبتدئ والمتوسط والمتقدم، أنت الذي كنت سألت. من الذي سأل هذا السؤال؟ أنت، نعم. فقلت لك أن المبتدئ عليه بكتاب المهذب، كتاب المهذب هذا كان يدرس في الأزهر في السبعينات والثمانينات، الشيخ منشاوي عبود عثمان، هذا كتاب سهل وقد جمع كل مسائل أو معظم مسائل هذا العلم. وكذلك المبتدئ ممكن أن يقرأ كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير، هذا بالنسبة إلى المبتدئ. أما المتوسط فيقرأ كتاب مثلا الاقتراح لابن دقيق العيد، يقرأ كتاب
النزهة هذا الحافظ ابن حجر. المستوى فوق المتوسط يقرأ شروح النزهة كاليواقيت والدرر في شرح نخبة نزهة النظر للحافظ المناوي، وشرح العلامة ملا علي القارئ على نزهة النظر، وكذلك تدريب الراوي للسيوطي. تدريب الراوي هو يشرح في كتاب التقريب للنووي الذي هو مختصر لمقدمة الحديث لابن الصلاح، فهذا للمستوى فوق المتوسط. أما المستوى المتقدم يقرأ شروح الألفية للحافظ العراقي، ومنها شرح للألفية للعراقي نفسه، يعني هو وضع وصنف الألفية ووضع شرحا لها. وكذلك الحافظ السخاوي وضع شرحا على ألفية العراقي، فهذا للمستوى المتقدم. في سؤال آخر؟ تفضل. أن ينقص عددهم؟ لا، النقص يضر، لكن الزيادة هي اللي ما فيها شيء، بل الزيادة مستحبة. واضح؟ في سؤال آخر؟ في كتابة إيش؟ صلى الله عليه وسلم. شككون في السيرة. هو منهج العلماء في توثيق السيرة ليس كمنهجهم في توثيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الأمور من السيرة يمكن أن نقول أنها وردت بطريق التواتر، طريق التواتر، أي يعلمها الجمع الكثير عن الجمع الكثير عن الجمع الكثير. منها أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة، وأنه شق صدره، وأنه أرسل إليه وهو ابن 40 سنة، وأن ولد له فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية وإبراهيم وإلى ما إلى ذلك من أبنائه. كل هذا حصل بطريقة التواتر. يعني التواتر يعني إحنا مش محتاجين ندور على رجال الإسناد في هذه الروايات، لأن ده ورد مش هقول بقى يعني 100، ولا ده ورد أجيال عن أجيال. الصحابة كانوا يحكون هذا لأبنائهم وللتابعين، والتابعين يحكونه لمن بعدهم وهكذا. فهناك أشياء من السيرة قد بلغت حد التواتر، لكن هناك أشياء أيضا لم تبلغ حد التواتر، وهذه يبحث في إسنادها، هل إسنادها صحيح أم لا. كما في سيرة ابن هشام وغيره، فإنه يأتي بالسيرة وبالحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته مسندة إلى قائلين. فهذه الأسانيد يبحث في رجالها إذا لم تكن من قبيل التواتر، أي الأشياء المعروفة التي لا ينكرها اثنان. هذا هو منهجهم في السير.
السيرة صحيحة والسيرة ضعيفة مثلا، هناك لما يفرق مثلا هذا السيرة صحيحة يمثل هذه السيرة ضعيفة. تقصد من؟ هو حتى لو هي ضعيفة، حتى هو مذهب العلماء في الأخذ بالحديث الضعيف، المذهب الراجح أنه يؤخذ به إذا لم يعتقد فيه ثبوته، وإذا لم يكن في جانب العقائد، وعند العمل به تكون عالما أو عارفا أن هذا فيه نظر. يبقى شروط العمل بالحديث الضعيف أنه لا يعتقد عند العمل به ثبوته، وأن يكون في فضائل الأعمال لا يعتقد عند العمل به ثبوته، وأن يكون في فضائل الأعمال ولا يكون في أمور الاعتقاد. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة فلا بأس أن تأخذ بالحديث ولو كان ضعيفا. منها ما هو من باب العمل ومنها ما هو من باب القول. في سؤال آخر؟ الاعتقادية؟ العمل بالمشهور في مجال الاعتقاد يعمل به إذا كان صحيح. في الفروع أو في الأصول، طالما كان مشهورا وصحيحا يعمل به في جانب العقائد ما في إلا إسم، ولو لم يبلغ حد التواتر، لأن التواتر ده يعني برضو إيه، يعني هو برضو الحافظ ابن الصلاح عنده شيء من يعني من الحق في هذا الأمر. إحنا لو اعتبرنا إن مش هناخد في جانب الاعتقاد إلا كل حديث متواتر، يبقى هتبقى الأحاديث المتواترة في الاعتقادات قليلة جدا، وهنعطل كثير من أمور العقيدة. لكن يؤخذ بالحديث إذا صح ولو لم يكن متواتر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.